إذن تحضر معي الآن مباشرة زميلتي ماجدة جنزة لتقديم أخبار الصحف. صباح الخير ماجدة. صباح النور فايزة. ماذا في جعبتك اليوم؟ في جعبتي كالعادة أهم الأخبار أبرز العناوين. لكن فايزة في البداية وأنا أتصفح جرائد اليوم لمست الكثير من مظاهر التضامن والتآخي من الطرف الجزائري حكومة وشعبا مع لبنان الشقيق بعد الانفجار الذي هز مرفأ بيروت. بالفعل ماجدة كان حدثا كارثيا كبيرا يستدعي التضامن نحن مع لبنان شعبا وحكومة. نعم الجرائد أقول نعت الخبر وسائل التواصل الاجتماعي من جهتها تأسفت على ما حدث. يعني بالفعل عودنا الشعب الجزائري على وقوفه مع الإخوان العرب في أحلك الظروف. هذه هي الجزائر. بالفعل مشاهدينا صباحكم سعيد، أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من قراءة للصحف. نستهل جولتنا من جريدة الشروق اليومي التي عنونت رئيس الجمهورية يتحدث هاتفيا مع نظيره اللبناني، حيث أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ظهر أمس اتصالا هاتفيا مع نظيره اللبناني العماد ميشيل عون للاطمئنان على الوضع في البلاد بعد الانفجار الذي وقع أول أمس الثلاثاء في مرفأ بيروت وأسفر عن إصابة عشرات الضحايا وألاف الجرحى بالإضافة إلى خسائر مادية جسيمة. رئيس الجمهورية بالمناسبة جدد لنظيره اللبناني تعازي الجزائر له ولشعبه الشقيق ولعائلات ضحايا الانفجار، مؤكدا تضامن الجزائر الكامل مع لبنان في هذه المحنة الأليمة والوقوف إلى جانبه لتلبية كل طلباته للتخفيف من وطأة الفاجعة. إلى جريدة أخبار اليوم والتي جاء فيها جراد يترأس اجتماعا وزاريا، حيث ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد اجتماعا وزاريا مخصصا لدراسة كيفية وسبل تعويض المتضررين من حرائق الغابات، كما أسدى تعليمات للمصالح المعنية لأجل القيام بإحصاء المواطنين المتضررين وتقييم خسائرهم واقتراح كل الإجراءات التي من شأنها تسهيل وتسريع تدابير التكفل بهم ماديا ومعنويا. إلى جريدة ديكا نيوز الناطقة باللغة الفرنسية والتي جاء فيها على لسان وزير الطاقة عبد المجيد عطار، سوناتراك تسير الوضع بالاعتماد على المرونة المنصوص عليها، حيث صرح الوزير بأن الشركة الوطنية للمحروقات سوناتراك تسير التأثيرات التي خلفها وباء كوفيد-19 على سوق الغاز الدولية بالاعتماد بشكل خاص على المرونة المنصوص عليها في عقود الغاز الخاصة بها واللجوء إلى حلول أخرى تتكيف مع ظروف السوق. كما طمأن الوزير بقوله إن سوناتراك يمكن أن تفي بالتزاماتها التعاقدية ولديها المرونة في وضع كميات إضافية في السوق الفورية. المزيد من التفاصيل تقرأونها في الصفحة السادسة. البنك الدولي يتعهد بدعم الجهود التنموية للجزائر، عنوان صدر عن جريدة المشوار السياسية، حيث تبحث وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن عبر تقنية التحاضر عن بعد مع نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج. الوزير أشار بأن الجزائر شرعت في مسار إصلاحات طموح وفق مسعى تشاركي يشمل إضافة إلى الإدارة والمؤسسات العمومية مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، فيما أكد رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استعداد البنك لدعم ومرافقة الجزائر في مسار إصلاحاتها وإعادة بعث تنميتها الاقتصادية والاجتماعية. المقال تطالعونه كاملا في الصفحة الثالثة من الجريدة. يومية الشباب الجزائري اهتمت كعادتها بفئة الشباب وكتبت إطلاق بوابة إلكترونية للمؤسسات المصغرة، حيث أشرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار على الإطلاق الرسمي لبوابة المناقصات والاستشارات للقطاع بحضور كل من الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة بالإضافة إلى الوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. البوابة تهدف إلى إضفاء الشفافية في الحصول على الطلب العمومي بالإضافة إلى إعطاء الفرصة للشباب دون استثناء للولوج إلى الطلب العمومي.
البنك الوطني الجزائري يطلق رسميا 9 منتجات خاصة بالصرافة الإسلامية، حيث رخص بنك الجزائر للبنك الوطني الجزائري بطرح 9 منتجات جديدة خاصة بالصرافة الإسلامية. العمليات المصرفية التي تدخل ضمن الصرافة الإسلامية لا يترتب عنها أي تحصيل أو تسديد فوائد ربوية بهدف استقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية. للتعرف على قائمة المنتجات ما عليكم سوى الاطلاع على الصفحة 3 من جريدة لو جون انديبوندون. نختم أخبارنا الوطنية من يومية المسار العربي التي جاء فيها قرار الفتح التدريجي للمساجد والشواطئ مقبولة شريطة الالتزام بالإجراءات الوقائية، حيث رحب رئيس وحدة كوفيد-19 بمستشفى رويبة البروفيسور كتفي عبد الباسط بقرار السلطات العليا القاضي بالفتح التدريجي للمساجد والشواطئ والمنتزهات، لكنه حذر من التراخي في التعامل مع وباء كورونا. وأضاف المقال أن هذا القرار جاء استجابة لبعض المتطلبات، خاصة وأننا في فصل الصيف، إلا أن الفتح لابد أن ترافقه جميع الاحتياطات والإجراءات الوقائية وعدم التراخي إطلاقا مع الوباء. إلى الصحف الدولية الآن، والبداية من جريدة القدس العربي التي كتبت صدمة وذهول في بيروت بعد الانفجار وارتفاع عدد الهلكة إلى 135، حيث أسفر الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت عن هلاك ما لا يقل عن 135 شخصا وإصابة أكثر من 5000 جريحا لحد الآن. وحسب السلطات المعنية فإن السبب هو وجود مخزون ضخم قدر بمئات الأطنان من مادة نترات الأمونيوم. هذه المادة ورغم أنها غير قابلة للاشتعال إلا أنها مسببة للأكسدة وتساعد المواد الأخرى في الاشتعال بسهولة أكبر. مجلس الوزراء من جهته أعلن فرض حالة الطوارئ في المنطقة لمدة 2 أسبوع، فيما تم وضع جميع مسؤولي المرفأ المشرفين على التخزين قيد الإقامة الجبرية. حول أخبار كورونا نقرأ في جريدة The Washington Post الأمريكية مقالا بعنوان تسجيل 154 ألف حالة وفاة جراء كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية. وأشارت آخر الإحصائيات أن عدد الإصابات عالميا تجاوز 18.5 مليون شخص، فيما توفي نحو 700 ألف شخص، لتتصدر بذلك الولايات المتحدة الأمريكية القائمة، تليها البرازيل ثم الهند في المرتبة الثالثة، يضيف المقال. نختم من صحيفة الشرق الأوسط التي جاء فيها عجوز إيطالي يحقق حلمه بالتخرج من الجامعة، حيث وضع جوزيبي باترنو نصب عينيه الحصول على درجة جامعية منذ أن كان طفلا في ثلاثينيات القرن الماضي، لكن الفقر والحرب حانا دون تحقيق حلمه. الآن وبعد أن بلغ 96 حقق هدفه ليصبح أكبر خريج جامعي في إيطاليا. كل معاني العزيمة القوية والإرادة الفولادية نختم بها حصادنا لنهار اليوم الذي أتمنى أن تبدأوه بالكثير من الطاقة الإيجابية والأمل. شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة. عودة إليك فايزة. كيف لا مجدة، ونحن نتابع هذا الخبر فعلا، أطلب العلم من المهد إلى اللحد. بالفعل بالفعل. شكرا لك مجدة.